رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم، رمضان كريم كريم كريم، نفحات رحيم رحيم رحيم، قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، نفحات رحيم رحيم رحيم، رمضان كريم كريم كريم، نفحات رحيم رحيم رحيم، قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم، تعال نصلي ونستغفر، تعال الديني اللي هو فن روحي بخاطب الله من خلاله الإنسان بمشاعر تسمو فيها روحه، ومن خلال طبعا الأناشيد المختلفة رح نتعرف أكثر على الإنشاد الديني ونسمع أنشودات متنوعة مع ضيوفنا لليوم المنشد الديني الأستاذ معاذ ملاص، وأيضا بالكورال لمازن وأيضا مازن آغا وأحمد قوادري بالإيقاع. أهلا وسهلا فيكم. أهلا رمضان وسهلا كريم. مرحبا، كل عام بخير. كل عام بخير. وأنتم بخير، صباحكم ورمضان كريم. الإنشاد الديني بخاطب الروح، واليوم هيك أضفتوا لصباحنا لمسة روحانية جدا جميلة. خلينا بالبداية نحكي عن خصوصة الأنشودة الدينية، الخصوصة الدينية يمكن اللي بتخاطب من خلال الروح، ونحن بسوريا الأنشاد الديني له خصوصية عالية ودائما يرافق طقوس رمضان شهر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله كل عام بخير، أول شيء كل عام البلد بخير والوطن بخير وسوريا بخير. إن شاء الله يا رب، وامهات الشهداء بخير والاهالينا كلهم بخير، ينعاد عليكم الصحه والسلامه. شهر رمضان بيرتبط فيه الانشاد كثير ارتباط مميز، يعني بتلاقي فتره السحر على القنوات الفضائيه عندنا بسوريا بيحطوا الانشاد والقران بشكل اساسي. فالانشاد ارتبط بشهر رمضان ارتباط كثير وثيق، لأنه الكلمات الحلوة، الكلمات الهاتفة بتحكي عن شهر الصوم، بتحكي عن الاستغفار، بتحكي عن الصيام، بتحكي عن الصلاة. هالكلام الهادف، اللحن الحلو بيرتبط فيه الشهر الكريم، لأنه دائما بيعطينا معاني حلوة، بيعطينا معاني روحانية، معاني سامية.
فهذا الارتباط كتير حلو طبعا مع القرآن الكريم وتلاوة القرآن. فالإنشاد دائما مرتبط بشهر رمضان بهذا الموضوع، خاصة في سوريا، خاصة عند يعني أهل الشام وأهل حلب وأهل حمص، تقريبا محافظات كلها في سوريا. إيه فالإنشاد عنا إنشاد عريق، إنشاد عتيق الفن، روحاني، سهل، بينحفظ. دائما كنت بالمهرجانات اللي كنا نطلع عليها طبعا قبل موضوع الكورونا وكذا، فنطلع تلاقي المنشدين من الدول العربية فيقولوا منشد سوري، انه في منشد سوري، خلص يعني المنشد سوري هذا الأصالي، هذا الفن يعني شربان من 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 أناشيد الشام، شربان من أصالة حلب، من موشحات الحلبية. فيعني هذا الارتباط اللي نحن دائما بنحكي فيه. أكيد. ونحن طبعا خلال مساحتنا الصباحية اليوم بدنا ناخذ أكبر قدر ممكن من هي المساحة الروحانية مع حضرتك. قدمتوا لنا أول أنشودة، شو الأنشودة الثانية اللي ممكن نسمعها؟ في شهر أوله رحمة. نحن نحاول نستغل الوقت قد ما فينا، لأنه ما في مشكلة أبدا، ما في مشكلة. في شهر أوله رحمة، اكتبنا لله مغفرة الله بأوسطه، لذنا بحما. في شهر أوله رحمة، اكتبنا لله مغفرة الله بأوسطه، لذنا بحما. الصوم يطهر أرواحاً، أرواحاً تنفو للنور. رمضان أتيتنا بالبشرى وبكل سرور، فالصوم يطهر أرواحاً، أرواحاً تنفو للنور. صمنا لله وصلينا، 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 ودعونا الله، ودعونا الله. في شهر أوله رحمة، تبنا لله مغفرة الله بأوسطه، لدنا بحما. هتم خلينا نحكي عن الإنشاد الديني، يعني رغم كل التغييرات اللي طرقت على ظروفي الحياتية، لكن الأنشودة الدينية بعدها محافظة يمكن على هيكلة الخصوصية اللي إلها بشكل عام. شو اللي يمكن تغير إذا فينا نقول نوعا ما بكلام الأنشودة الدينية؟ صار فينا نقول قريب أكثر، أو المفهوم ما صارت قريبة من الناس أكثر؟ طب هلا الأنشودة الدينية خلينا نقول، يعني هلا أنا دائما بيسألوني بقول لهم الأنشودة الدينية أو الإنشاد الهادف أو الكلام الهادف ظهر بعهد النبي اللهم صل عليه. فحتسأليني كيف؟ فلما النبي مر بقوم عنده فرح وعندهم عرس، تمام؟ فقام استغرب، فأخذ الصحابيات، تمام؟ أخذهم على بيت الفرح، قال لهم: ألا تقولوا لهم أتيناكم أتيناكم وحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمرة ما أتينا وحياكم. فالكلمة الهادفة يعني كلمة الفرح يعني كانت
الكلمة الهادفة دائما تعطي. طبعا الكلمة الهادفة مو بس بالإنشاد الدين، هلا بنلاقي قصايد مثلا وطنية كلمة هادفة، قصايد عن المرأة كلمة هادفة، قصايد مثلا عن الطبيعة هي إنشودة هادفة. تمام. فالإنشاد الديني ما انحصر بموضوع المناجات الإلهية أو الذات الإلهية أو مناجات وحب الحبيب المصطفى والأنبياء جميعا. الكلمة الهادفة تحتوي بكل شيء، بتخاطب الطبيعة، بتخاطب المرأة، بتخاطب كل. ولأنه بنقول الإنشودة الدينية فبيروح دائما البال أنه إنشود ديني فهي فقط بما يخاطب مثلا أبداً الروح أبداً والله، لا عم نشوف مضمون كمان مختلف أبدا. بكل شيء، كل شيء كلام هادف هو قصيدة. ما بنلاقي مثلا بيقول لك النشيد مثلا الفلاني لأنه اسمه نشيد لأنه كلام هادف. هلا الكلام الهادف بيجي معه اللحن الحلو الجميل والصوت الجيد، فهدول الثلاثة هدول الأساسيات للمنشد الذواق، المنشد الروحاني. والروح طبعا تلعب دور أكيد، يعني لما خرج من القلب لا يدخل إلا إلى القلب. تمام. يعني كمان لما بنحكي عن الإنشاد الديني بنتذكر مدارس كثيرة طبعا. بسوريا عنا مدارس عريقة بالإنشاد مدارس الديني كتيرة. ويمكن توفيق المنجد الله يرحمه من خليني أقول من الأهم طبعا المنشدين اللي كانوا عنا وغيره من الأسماء العريقة بسوريا أيضا عبر العالم. يعني دائما طبعا. في ألوان مختلفة لما بيكون في حفلات كانت أو طبعا. تصير خليني أقول معارض مؤتمرات قصص معينة يجتمع فيها المنشدين من كل الوطن العربي، كل دولة إلى طقوسها الخاصة إلى طريقة إنشادها اللي حكيت عنه ببداية حديثنا. سؤال كتير مهم، سؤال كتير حلو. أنا دائما بقول بكل المهرجانات وكل المقابلات بقول سوريا صدرت الإنشاد للعالم أبدا بشكل هذا، بشكل نحن بنفتخر فيه. يعني بتقولي منشد سوري فعلا عنده أصالة، بتقولي منشد حلبي عنده أصالة، الأسماء كتير كبيرة كثير كبيره، بدي اعد لك اسماء ما بتخلص الاسماء ان كانت من سوريا او ان كانت من حلب. صحيح. الاستاذ عمر البطش بيجتمع فيها جميع العناصر الله يرحمه، من فتره توفى الاستاذ حسن حفار، هذول اسماء كلهم كانوا يسوي حفلات باوروبا بالعالم كله. كلهم حفلات يسوي حفلات بالعالم كله، يعني بامريكا باوروبا بكل العالم المنشد السوري كان له خصوصيه. احترامنا طبعا للكل، انا طلعت على مصر، طلعت على الامارات، طلعت على الخليج، بس ولكن الانشاد السوري له هيك رونقه الخاص، يعني روحانيته الخاصه. تمام. طيب خلينا نستغل طبعاً الوقت ونسمع كمان نسمع منكم. اكيد. طيب نبعد عن رمضان ولا نخلينا برمضان شو مثل اللي بتحبه؟ شو نسمع؟ يا رسول الله يا رسول الله يا رسول صلى عليك الله صلى عليك الله يا رسول الله كلما حنت قلوب العاشقين إليك يا رسول الله 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 يا رسول الله 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 يا رسول الله صبري صار و
والله محال انت ازورك يا نبي. الله 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 يا رسول الله. الله 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 يا رسول الله. انت اصل ذاك المقام وارمي على طه السلام. بالله وصل يا حمام أشواق قلبي للنبي. امتى أزورك امتى أزورك امتى أزورك يا نبي. الله 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 يا رسول الله. الله 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 يا رسول الله. الله 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 يا محمد. الله الله جاي جاي يا رسول الله. الله 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 يا محمد. الله الله جاي جاي لنزورك يا رسول الله. من كتر الشوق يا حبيبي دوبني شوق دوبني شوق لأرض الحجاز يا محمد. أنا دوبت دوب. الله الله يا محمد. الله الله جاي جاي لنزورك يا رسول الله. الله 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 يا محمد. الله الله جاي جاي لنزورك يا رسول الله. في أشجان، في حب، صحيح، في روح. يعني نحن مشتاقين لسيدنا محمد، للزيارة، مشتاقين للكعبة، مشتاقين لرمضان، مشتاقين، تمام. فكل هالأحاسيس هي تنتقل عبر الإنشاد. أكيد طبعا. ودائما مثل ما حكينا هيك بالبداية، الإنشاد هو فن روحي فعلا بترجم صلة بين الإنسان وبين رب العالمين، أو بين الإنسان وبين كل شيء ممكن يعشقه على الأرض من جمال ومن طبيعة ومن كل شيء. مثل ما حكيت كمان خلينا نحكي عن التناغم. يعني اليوم المنشد لوحده ما بيكفي، مثل ما شايفين مع حضرتك في إيقاع في كورال طبعاً. وممكن طبعا يكون ببعض الأحيان يكون في عدد كبير من الكورال. نحكي عن هي التقسيمة، أقل شيء لازم يكون شخص معك اثنين ثلاثة، كيف بتكبر طبعا؟ هلا الفرقة فرقة إنشاد نحن معنا تقريبا 7 أو 8 أشخاص بدون الإيقاع، ثلاثة بيكون إيقاع. هذا التناغم بيصير بتدريب، بيصير ببروفات دائما متواصلة، حتى نقدر نتناغم مع بعضنا بالدخول والخروج والابتداء والوقف. هذا كله بياخد وقت، بياخد جهد، بياخد تمرين واثنين وثلاثة حتى نقدر نحفظ القصيدة. طبعا البروفات يعني تختلف من 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 قصيدة لقصيدة. قصيدة الموشح مثلا غير قصيدة الطقطوقة، بتكون خفيفة. ودائما بنكون يعني عنده المرشد عنده حفظ دائم، عنده حفظ دائم واطلاع دائم على الشيء الجديد من ملحنين، من كتاب شعراء، ناخذ منهم القصائد الحلوة القصائد الجميلة. تمام. خلينا نسمع كمان نحن طماعين نشودة. فينا نغني طلع على البدر علينا؟ نغني طلع على البدر علينا. ان شاء الله هيك يا رب بتكون راجعين من الحج كلياتنا ان شاء الله. طالع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا in
علينا انه كمان استقبلوا سيدنا محمد وتجعل المدينه بانشوده من اجمل الاناشيد الدينيه اللي لها وقع خاص في قلوب جميع المسلمين. يسلمتم معك. شايفه وقع القصيده شلون؟ لهلا من 1400 سنه نحن متذكرين القصيده لهلا انه استقبلوا النبي اللهم صل عليه بقصيده طلع البدر. اكيد يعني اليوم بدنا نشكر وجودكم معنا على هالمساحه الروحانيه الحلوه اللي اضفتوها لصباحنا، ورمضان كريم عليكم يا رب. كل عام بخير وان شاء الله هيك يا رب نشوفكم بصحه وسعاده، ونشوف سوريا كلها ان شاء الله هيك صحه وسعاده وخير وفرح، ان شاء الله هيك ترجع اياماتنا هيك من اول وجديد، ترجع يرجع الفرج من اول وجديد ان شاء الله. شكرا كثير لكم، كنا سعيدين بوجودكم معنا، يعطيكم الف عافيه.